وفي أجواء إيمانية تملأها الفرحة والبهجة، أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة يوم الحج المسيحي في موقع معمودية السيد المسيح بالمقدس، حيث ترأس الصلاة هنا قدس القمص أنطونيا الصبحي كاهن الرعية القبطية في الأردن، بمعاونة القس ميخائيل ثابت ومشاركة شمامسة وأبناء الكنيسة القبطية في المملكة. وفي كلمة روحية للقمص أنطونيوس لنورسات، شكر خلالها جلالة الملك عبد الله الثاني على محبته وتوصياته بالاهتمام بهذا المكان المقدس، كما شكر هيئة الموقع والأجهزة الأمنية الأردنية لما يبذلونه من جهد في حفظ ورعاية موقع المقدس. في البداية بنشكر ربنا على هذا الاحتفال، هو أصبح في الأردن احتفال وطني مش ديني. الأردن عم بيتميز بين دول العالم، معظم دول العالم بيحتفلوا بعيد الغطاس المجيد، لكن في الأردن له خصوصية خاصة. في الأردن هو كما ترون حضراتكم الدولة هي اللي عم بترتب هذا اللقاء لجميع المسيحيين، وبيجي كمان ناس من الدول المجاورة بيحضروا هذه الاحتفالات. فنشكر ربنا على أن احنا موجودين هنا بجانب نهر الأردن، المكان اللي اتعمد فيه السيد المسيح. اليوم عم بيشارك معنا كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأردن وشمامسة الكنيسة وشعب الكنيسة كما ترون المئات منهم، وكان على الضفة الغربية موجود مطرنا المكرم الأنبا أنطونيوس بيشاركوا في الصلاة مجموعة من الآباء الرهبان والراهبات والشعب هناك، واشتركنا في الصلاة سويا في مردات الصلاة. هو يوم فرح ويوم عيد مجيد وعيد وطني، وكل الشكر لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين لأن هو اللي بيتابع كل هذه الأمور، وشكرا للقيادات الأمنية كمان لأنه بذلوا مجهود كبير كبير كبير، كل القيادات الأمنية دون استثناء بذلوا كل الجهود لكي ما يوفروا لنا هذه الراحة والأمن والأمان. نحن نصلي ليلا ونهار أن الرب يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد المعطاء، ويديم علينا أيضا رعاية جلالة الملك، ويديم عرشه لهذا البلد المعطاء. كل عام وانتم بألف خير.